تحسين الواقع الخدمي والاهتمام بالبنى التحتية وإعادة النظر بالمشاريع المتوقفة وإعادة العمل لإكمالها هي أبرز مطالب الشارع الكربلائية من الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات. نعم، يعني بعد 4 سنوات أو أكثر من 4 سنوات عن انقطاع مجالس المحافظات اللي وقفتها ثورة تشرين بالعام 2019، جرت الانتخابات مرة أخرى، ويعني فازت بعض الكتل والقوائم والأسماء، وسوف يشكلون مجلس محافظة جديد. لكن اليوم نأمل منهم ونطلب منهم أن هذه الحكومة الجديدة وهذا المجلس يقدم الخدمات، لا يكون على غرار الحكومات السابقة فقط محاصصة وسرقة وعدم تقديم خدمات للمواطنين، لا سيما الشارع الكربلائي، أيضا إكمال المشاريع المتوقفة، إعادة النظر بالمشاريع، فتح ملفات الفساد، تقديمها للنزاهة. طبعا خلال السنوات الماضية من عمل مجالس المحافظات كانت عندنا هناك مؤشرات سلبية على أداء هذه المجالس. بالتأكيد المجالس كانت تتخذ الفئوية والحزبية في اتخاذ القرارات. اليوم أملنا كبير أن هناك عملية إصلاح لعمل المجالس، أن تكون خدمية بعيدة عن التوجهات الحزبية والطائفية وتخدم كل أهالي محافظة كربلاء. محاربة الفساد والتقليل من الروتين المستشري في بعض مفاصل المؤسسات الحكومية والعمل على دعم المدينة اقتصادياً إضافة إلى إنهاء ملف المحاصصة الحزبية هي مطالب الرئيسة للمواطن الكربلائي. وبخلاف ذلك توعد الكربلائيون المرشحين الفائزين بعودة الاحتجاجات الشعبية ضدهم مرة أخرى. لا أخفى عليك، مجالس المحافظات هي كانت أمر واقع على العراقيين بشكل عام رغم رفضها سابقا، لكن مجلس محافظة جديد عليه أن يعي جيدا أنه إن لم يقدموا الخدمات وإن لم يكونوا على قدر المسؤولية في تقديم الخدمات وتقديم أفضل الأشياء لديهم في كربلاء، أكيد سوف تخرج تظاهرات المطالبة بالتجميد والمطالبة بالإلغاء. واجب أعضاء مجلس المحافظة متابعة المشاريع اللي بها فساد، اللي بها سرقات، متابعة المشاريع المتلكئة. واجب عليهم أن يدورون بالشوارع ليلا ونهارا، هم يعملون لخدمة الناس، مو يقعدون بمكاتبهم مثل السابقين ومجالس محافظات السابقين اللي ما كان لهم أي دور حقيقي لا ببناء مدينة أو بناء مدرسة أو مستشفى. وبعد عودتها مجددا يتطلع الشارع الكربلائي إلى أن يكون مجلس المحافظة الجديد والحكومة المحلية حكومة خدمات وإنجازات لا حكومة محاصصة حزبية، وتبحث عن امتيازات شخصية وفئوية. من كربلاء المقدسة، معتز العبودي، زاكروس تيفي.